مرحبا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ في هذه الحصة سنتذكر معا الجمل الفعلية والإسمية. تعالوا نبدأ بهذا التمرين. أكتب كلمات تعبر عن الصورة. انظروا إلى الصورة الأولى. ماذا نرى في هذه الصورة؟ نرى أولادا يلعبون بماذا؟ بالطابة. انظروا جيدا، هذه هي الطابة. إذن لعب الأولاد، بدأت هذه الجملة بفعل لعب. لعب هو فعل يدل على حركة قد حصلت في الزمن الماضي. إذن لعب الأولاد بما؟ انظروا إلى هذه الصورة، لعب الأولاد بالطابة. إذن سأكتب بالطابة. لعب الأولاد بالطابة، وسأضع نقطة في نهاية الجملة. هذه جملة فعلية. لما هي فعلية؟ تذكروا، لأنها تبدأ بفعل. كل جملة تبدأ بفعل هي جملة فعلية. الجملة الثانية، نرى هنا صورة. هذه الصورة هي لشجرة، انظروا إليها، هذه هي الشجرة، وهي شجرة الزيتون. هكذا تكون شجرة الزيتون. إذن زرع جدي، ماذا زرع جدي؟ زرع شجرة زيتون. لا نقول زرع جدي زيتون، نقول زرع جدي شجرة زيتون. سأكتب شجرة. شجرة زيتون، وأيضا وضعت نقطة. انظروا جيدا، زرع جدي هي جملة تبدأ بفعل ولا تبدأ باسم. زرع هو فعل حصل في الزمن الماضي. إذن زرع جدي شجرة زيتون. الصورة الثالثة، هنا نرى هذا المبنى الكبير وهو المدرسة. انظروا، مكتوب مدرسة. عاد سامي ورامي من أين عادا؟ من المدرسة. المدرسة هي مكان. عاد سامي ورامي من المدرسة. سأكتب المدرسة. من المدرسة، وسأضع أيضا نقطة. عاد سامي ورامي من المدرسة، هذه جملة فعلية أم جملة اسمية؟ فكروا معي، بما تبدأ هذه الجملة؟ بفعل. عاد، العودة، يعود. إذن هذا فعل أيضا حصل في الزمن الماضي، لذلك هي جملة فعلية. زارت دلال بيت، بيت من؟ انظروا إلى الصورة، هنا لدينا صورة عجوز. هذه العجوز هي الجدة، لكل منا جدته، أليس كذلك؟ إذن هي عجوز وشعرها أبيض وتضع أيضا النظارات. زارت دلال بيت جدتها. سأكتب هنا جدتها وسأضع نقطة. أيضا هذه الجملة هي جملة فعلية. لماذا؟ لأنها تبدأ بفعل. اشترى أبي، ماذا اشترى أبي؟ انظروا إلى هذه الصورة. اشترى أبي سيارة، وهذه السيارة تنقلنا من مكان إلى آخر. إذن اشترى أبي سيارة. يمكنني أيضا أن أضع لونها. اشترى أبي سيارة حمراء. سأكتب حمراء وسأضع نقطة. تذكروا، نقول هذا شيء أحمر وهذه سيارة حمراء، لأنها مؤنثة. إذن اشترى أيضا هو فعل، لذلك هذه الجملة هي جملة فعلية. سأقرأ معكم هذه الجمل مرة أخيرة. لعب الأولاد بالطابة، سأضع كسرة أيضا، بالطابة. لعب الأولاد بالطابة. زرع جدي شجرة زيتون. عاد سامي ورامي من المدرسة. زارت دلال بيت جدتها. واشترى أبي سيارة حمراء.
وهذه الجمل كلها فعلية لأنها تبدأ بفعل. الآن انتقل معي إلى اللوح لكي نقوم بتمرين آخر. هنا على اللوح لدينا صورة، انظروا إلى هذه الصورة. هذه الصورة تمثل قرداً. أكتب ثلاث جمل أصف بها الشكل بجمل اسمية والتصرفات بجمل فعلية. إذن سنصف الشكل بجمل اسمية، أي بجمل تبدأ باسم، وسنصف التصرفات بجمل فعلية. سأبدأ أولاً. انظروا معي إلى هذا الحيوان. ما هو هذا الحيوان؟ تعلمناه في الحلقات السابقة، إنه القرد. هذا هو القرد، ونحن نعلم عن القرد أنه حيوان يحب الحركة، يحب أن يقلد الناس، يأكل الموزة، وهو حيوان دائماً يكون ضاحكاً. سنكتب بعض الجمل عنه. نبدأ أولاً بالشكل بجمل اسمية. القرد، سأبدأ الجملة بالقرد. القرد حيوان، هل هو أليف أم لا؟ أم مفترس؟ هو حيوان أليف. إذن القرد حيوان أليف. سأضع فاصلة لأفصل أجزاء الجملة. القرد حيوان أليف. ما هو لونه؟ انظروا إليه. لونه بني. إذن هو بني اللون. القرد حيوان أليف وهو بني اللون. سأضع نقطة. هذه الجملة الأولى هي جملة ماذا؟ اسمية أم فعلية؟ اسمية. لماذا؟ لأنها تبدأ باسم القرد. القرد حيوان أليف. الجملة الثانية وهو بني اللون أيضا هي جملة اسمية. لماذا؟ لأنها تبدأ ب هو، وهو ضمير يدل على اسم ولا يدل على فعل. سأتابع هذه الفقرة حول القرد. سنبدأ الآن بتصرفاته، وسنتحدث عن التصرفات بجمل فعلية. ماذا نقول عن تصرفات القرد؟ القرد يحب الموزة. إذا قلت الجملة بهذه الطريقة تكون جملة اسمية. أنا أريد أن أجعلها جملة فعلية، لذلك سأقول يحب، سأبدأ بالفعل، يحب القرد أكل الموز. يحب القرد أكل الموز. إذن يحب هو فعل بدأت به الجملة، لذلك هذه الجملة تعد جملة فعلية. يحب القرد أكل الموز كما، سأضع فاصلة، كما ماذا يحب أن يفعل؟ يحب أن يقلد الناس. كما يحب أن يقلد الناس. إذن يحب القرد أكل الموز كما يحب أن يقلد الناس. ويقوم، بما يقوم القرد؟ يقوم بحركات مضحكة. إذن ويقوم بحركات مضحكة. وسأضع نقطة. اقرأوا معي هذه الفقرة عن القرد. القرد حيوان أليف وهو بني اللون. هنا تحدثنا عن شكل القرد، إذن هنا نصف القرد. يحب القرد أكل الموز، التصرفات، كما يحب أن يقلد الناس
ويقوم بحركات مضحكة. إذن يحب أن يقلد الناس وأن يقوم بحركات مضحكة. هذه هي الفقرة التي تحدثنا عنها. بعد أن وصفنا هذا القرد في هذه الصورة، سننتقل معا لكي نقوم بتمرين صغير. تفرجوا تفرجوا يا أيها الصغار، ها العرض قد بدأ بعد طول انتظار. لنلهو ونتعرف على القرد والحمار، فنلعب ونمرح ونضحك باستمرار. تفرجوا تفرجوا يا أيها الصغار، ها العرض قد بدأ بعد طول انتظار. أصدقائي، هيا نقوم بهذا التمرين. أحول الجملة الإسمية إلى فعلية والجملة الفعلية إلى إسمية. إذن هذا التمرين يتطلب منا أن نحول الجمل الفعلية إلى إسمية والإسمية إلى فعلية. ذهبت منى مع كلبها إلى الحديقة. تحدثنا عن أن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. ذهبت هو فعل بدأت به هذه الجملة. ذهبت منى مع كلبها إلى الحديقة. إذا أردنا أن نحول هذه الجملة من فعلية إلى إسمية، ماذا علينا أن نفعل؟ تذكروا، ذهبت هو الفعل والاسم منى. هذه الجملة تبدأ بفعل. إذا أردنا أن تصبح إسمية علينا أن نجعلها تبدأ باسم. الاسم هنا هو منى. ذهبت منى مع كلبها إلى الحديقة. سأضع الاسم في البداية. إذن منى هو الاسم، وضعته في البداية في بداية الجملة منى. والآن يمكنني أن أضع الفعل. منى ذهبت مع كلبها إلى الحديقة. نقطة. إذن منى ذهبت مع كلبها إلى الحديقة. منى هو الاسم، ذهبت هو الفعل، وبدأت هذه الجملة باسم، لذلك هي جملة اسمية. القرد يتسلق الأشجار. القرد يتسلق الأشجار، هذا ما يقوم به القرد، يقفز من شجرة إلى أخرى. هذه الجملة بدأت به القرد، والقرد هو اسم أم فعل؟ فكروا معي، اسم أم فعل؟ هو اسم، لذلك سأحولها من اسمية إلى فعلية. القرد يتسلق الأشجار، هل هناك فعل في هذه الجملة؟ هل نجد فعلا؟ يتسلق 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 الأشجار. إذن القرد يتسلق الأشجار، يتسلق هو الفعل، سأضعه في البداية. يتسلق، من الذي يتسلق؟ الآن يمكنني أن أضع الاسم، القرد. يتسلق القرد، ماذا يتسلق القرد؟ الأشجار. وأضع نقطة في نهاية الجملة. إذن القرد يتسلق الأشجار هي جملة اسمية تبدأ باسم وهو القرد. يتسلق القرد الأشجار هي جملة فعلية تبدأ بفعل وهو يتسلق. هكذا نكون قد حولنا من الجمل الإسمية إلى الجمل الفعلية وبالعكس. التمرين الثاني، أرتب الكلمات لتصبح مرة جملة إسمية ومرة جملة فعلية. انظروا إلى هذه الكلمات معي. في الصيف أو في الصيف
الفلاح العنب قطف. إذن في الصيف الفلاح العنب وقطف جملة فعلية. إذا أردت أن أجعلها جملة فعلية ماذا علي أن أضع في البداية؟ علي أن أضع الفعل. سأبحث عن الفعل، أين يوجد فعل في هذه أو بين هذه الكلمات؟ في ليس فعلاً، الصيف أيضاً ليس فعلاً، الفلاح هو اسم، العنب ليس فعلاً، قطف. إذن قطف هو الفعل، سأضعه في البداية. قطف، من الذي قطف؟ قطف العنب؟ كلا، من الذي قطف؟ من الذي قام بالفعل؟ الفلاح. إذا قطف الفلاح. ماذا قطف الفلاح؟ قطف الفلاح العنب. وسأسأل سؤالا آخر، متى قطف الفلاح العنب؟ هل تذكرون هذا السؤال؟ متى؟ على ما يدل هذا السؤال؟ على الزمن. متى قطف الفلاح العنب؟ قطف الفلاح العنب في الصيف. سأكتب في الصيف وسأضع نقطة. إذا قطف الفلاح العنب في الصيف. الجملة نفسها أريد أن أحولها إلى جملة اسمية، ماذا أفعل؟ أنظر إلى هذه الجملة وأبحث عن الاسم وأضعه في البداية. قطف الفلاح، أين الاسم؟ الفلاح، سأضعها في البداية. الفلاح ماذا فعل؟ قطف العنب في الصيف. إذن الفلاح قطف العنب، هذه جملة اسمية تبدأ باسم الفلاح. الجملة الثانية، إلى فرنسا هاجر سامي. إذا أردنا أن نجعل هذه الجملة فعلية علينا أن نضع الفعل في البداية. أين هو الفعل في هذه بين هذه الكلمات؟ هاجر. ما معنى هاجر؟ هاجر أي سافر إلى فرنسا وبقي هناك إما للعمل أو للدراسة. إذن هاجر أي سافر، سأضع هذا الفعل في البداية. هاجر، من الذي هاجر؟ سامي، سامي هو الذي هاجر. سأكتب سامي. هاجر سامي إلى أين؟ إلى فرنسا. عندما نسأل السؤال أين، عما نكون نتحدث؟ عن المكان. تذكروا، متى الزمان وأين المكان. هاجر سامي إلى فرنسا. إذا أردت تحويلها إلى جملة اسمية ماذا أفعل؟ أبدل مكان الفعل بالاسم، يصبح الاسم في البداية. هاجر سامي إلى فرنسا تصبح سامي هو الاسم. ماذا فعل؟ هاجر إلى فرنسا وأضع نقطة. إذن هذه هي الجمل الاسمية والفعلية. هكذا نكون قد راجعنا معا ما تعلمناه في الحلقات السابقة. أريد منكم أن تتابعوننا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أراكم لاحقا. إلى اللقاء. تعرفوا شو؟ هيدا ما رح كبه، رح أعمل فيها شي كتير حلو بالمختبر. تعوا معي المختبر تنعرف شو هو. مثل ما تعودتوا، أنا ما بكب شي، وهيدا ورقة الألمنيوم رح نستعملها اليوم باختبارنا تنعمل فيها شيء كتير حلو.
للاختبار اليوم عايزين ورقة ألمنيوم وسبراي بينت جليتر ومقص، عايزين كمان فرد شمع، وعايزين ورقة أنا كتبت عليها هابي بيرثداي لأنه اليوم عيد رفيقي وعم بحضر له مفاجأة كتير حلوة. تنبلش الاختبار رح نعلم كلمة هابي بيرثداي بتلزيق الشمع. وما تنسوا أصحابي اطلبوا من أهل أو حدا كبير يساعدكم بهالاختبار وبكل الاختبارات اللي بنعملها بمختبر عزوز. وانتبهوا يا أصحابي أنتوا عم تستعملوا فرد الشمع لأنه كتير سخن وممكن تحرقوا حالكم، فالأفضل أنكم تطلبوا من حدا كبير يساعدكم فيه. من بعد ما نشف تلزيق على الورقة ناخد شقفة ألومنيوم ومنخدها أكبر من الورقة بشوي ومنقص، وبعدين منلزقها على الورقة طبعنا بهذه الطريقة. من بعد ما علمنا الأحرف بهذه الطريقة رح نرشهم بسبراي التلوين. فينا كمان نزين بجليتر، ننقي حيلا لون احنا حابينه. وهيك بكون انا حضرت مفاجأة صغيرة لرفيقي عيد ميلاده، وانتو كمان فيكن تكتبوا لبدكن ياه. لقونا بحلقة جديدة واختبار جديد من ريوز مع عزوز. مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مدرستي. هيدي حصة الرياضيات ماثماتكس، وعم نحكي عن الضرب، عن جدول الضرب أو الملتيبليكيشن. بدنا نطلع ببداية حلقتنا على اللوح مع بعض. في عنا بعض الصور، صور فيها كب كيكس، صور فيها ليمون، صور فيها نحلات، صور فيها الامرصاص. بس إذا بنطلع عن قريب على هدول الصور شو منشوف؟ مصفوفين بطريقة معينة، مصفوفين in columns in columns and in rows، يعني منشوف كل غرض مصفوف محطوط بطريقة عمودية وبطريقة أفقية بصفوف وأعمدة rows و columns. بس نشوف هدول الأشكال شو منسميهم؟ سميناهم arrays. هدول الarrays بيساعدونا مثل ما قلنا سابقاً بعملية الضرب. الشيء اللي بدنا نعمله، بدي فرجيكم بعض الـ multiplication sentences مثل هيدا 6 times 2، ونحن بدنا نحذر أي array هي 6 times 2. يعني أنا بدي أشوف 6 columns و 2 rows أو 6 rows و 2 columns. خلينا نشوف النحلة. إذا بدنا نعد النحلة فعنا 1, 2, 3, 4, 5 columns، ما في عندي 5 هون. طيب رح نشوف البنت 1 2 3 4 5 6، في عندي 6 columns وفي عندي 2 rows، يعني 6 times 2 بدها تجي مع هيدي الاري 6 times 2. شو الإجابة؟ الإجابة هي إذا أنا بدي عد كل الصور اللي موجودين باخد الإجابة، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب تاني multiplication sentence 6 times 3، كمان في عندي 6 columns و 3 هالمرة rows. إذا بتطلع هون 1 2 3 4 5 6 7، أنا بدي 6،
خلينا نشوف الليمون 1 2 3 4 5 عندي 6 columns و 3 rows 6 times 3 هيدي بتجي تحت منها. شو الإجابة؟ بدي عد الليمون عندي 6 plus 6 twice يعني 12 بدي عد آخر سطر 12 13 14 15 16 17 18 هي الإجابة. طيب انا عندي هون 7 times 3 1 2 3 4 5 6 عندي 7 كب كيكس و 3 روز يعني 7 times 3 بتجي هون. شو هي الاجابه؟ انا بدي عد الكب كيكس عندي 7 plus 7 7 plus 7 equals to 14 14 15 16 17 18 19 20 21 7 times 3 equals to 21. رح ناخد 5 times 3 إذا بدي عد الفيش 1 2 3 4 لا أنا بدي 5 أو 3. خلينا نشوف الشجر 1 2 3 4 5 columns و 3 rows هيدي بتجي هون 5 times 3 يعني أنا عم بعمل skip counting by 5 3 times عندي 5 5 5 يعني 5 10 15 5 plus 5 10 10 plus 5 15. بعد رح اخذ اخر اثنين. اول وحده هي 5 times 4 بضل في عندي وحده 5 times 4 خليني اشوف 1 2 3 4 5 1 2 3 4 اذا انا بضرب بعمل multiplication عدد الكولمز مع عدد الروز الإجابة بتكون the total number of bees يعني 5 times 4 هون 5 10 15 20. عم بعمل skip counting by 5 4 times equals to 20 عندي 4 times 3 هون ما عندي 4 مبينين أكثر من 4 pencils هون في عندي 1 2 3 4 columns و 3 rows 4 times 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 times 3 equals to 12. بعد عندي اخر multiplication sentence 7 times 2 هون عندي 2 rows عندي 7 columns 1 2 3 4 5 6 7 يعني هيدي بتجي هون 7 times 2 is what equals to 14 وإذا بعدهم رح يطلع 14 7 8 9 10 11 12 13 14. رح اخذ هلا الادشن سنتنسز يلي هن منقلن ريبيتد ادشن. ليش ريبيتد ادشن؟ لانه عندي نفس الرقم عم يتكرر مثل هون عندي 5 plus 5 plus 5 plus 5 كم مره عم يتكرر؟ عم يتكرر 4 تايمز يعني 4 تايمز 5 أو 5 times 4 تعطيني نفس الإجابة. يعني أي array بدنا نحط 5 plus 5 plus 5 plus 5 تحتها شو أقولكن؟ أول وحدة البي في عندي 5 times 4 يعني 5 أربع مرات بدي زيدها يعني 5 plus 5 plus 5 plus 5 تجي تحت خانة 5 times 4. طيب تاني addition sentence 7 plus 7 يعني عم بعمل 7 مرتين مثل الاري تبع البنسلز 7 times 7 كمل 6 plus 6 plus 6 يعني 6 3 times هون انا عندي 6 2 times twice يعني مش هون هون عندي 6 times 3 بدي احطها هون في معي 5 plus 5 plus 5 5 3 times يعني 5 plus 5 plus 5 equals to 15 6 plus 6 مرتين أي array بعد في عنا هيدي الاري وعنا هيدي الاري وآخر اري الفيش كبكيك والجيرل عندي 6 times 2 يلي هي 6 plus 6 حطها هون وعندي 7 plus 7 plus 7 7 عم تتكرر 3 times بدي حطها 7 times 3 وآخر وحدة عندي 4 plus 4 plus 4 عم نكرر ال 4 3
times يعني 4 times 3. هيك أصدقائي بنكون تذكرنا مع بعض الطرق المختلفة يلي بتساعدنا بعملية الضرب. شفنا الـ arrays وشفنا the long addition أو الـ repeated addition. رح نستمع هلا لأغنية وبنرجع نتابع درسنا. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I have two bags full of sand. The first weigh 3 kilograms, the second weigh 3 kilograms. Hooray! 2 times 3 equals 6 kilograms. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I bought 4 bars of chocolate. Each bar has 5 pieces. Each has 5 pieces. Hooray! 4 times 5 equals 20 pieces. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I ordered 6 pizzas. Each pizza has 6 pieces. Each has 6 pieces. Hooray! 6 times 6 equals 36 pieces. Yay! Multiplication is fun! بهذه الفقرة أصدقائي في عنا problem solving أو مسألة حسابية رح نحلها مع بعض على اللوح لحتى نشوف كيف درسنا أو الدروس يلي عم نتعلمها مع بعض بهذه المادة بتنطبق على حياتنا اليومية. منى ate too much chocolate today. منى أكلت كتير chocolate اليوم. She ate 8 bars of chocolate. أكلت 8 حبات chocolate. Knowing that each bar contains 64 calories, نحن منعرف أنه كل قطعة من هالشوكولات يحتوي على 64 وحدة حرارية 64 calories. How many calories did she gain? يعني بدنا نشوف مجموع الكالوريز يلي أكلتهم منى بهول الـ 8 bars of chocolate. يعني عندها 8 bars وبكل bar في 64 calories. ما رح نستخدم drawing بهيدي الفقرة، رح نستخدم arrays. يعني شو لازم أعمل؟ أي operation؟ هل لازم أجمع، أطرح أو أضرب؟ عندي 6 bars و in each bar عندي 64 calories. كنا قايلين أنه لما نستخدم كلمة each يعني بدنا نعمل multiplication، لأنه عندي 8 groups و in each group في 64. شو هو الرقم يلي عم يتكرر؟ 64 عم يتكرر 8 مرات، لأنه بأول لوح شوكولا في 64، بتاني واحد في 64، بتالت واحد في 64، منكمل لتامن واحد، يعني 64 times 8. رح نعملها بطريقة مختلفة لأنه كتير صعبة نرسم 64 رسمة، كتير رقم كبير، فإذا رح نعملها مثل ما بنعمل الأديشن بطريقة مختلفة. لأنه عنا 2 digits هالمرة بدنا نضربه ب 1 digit، يعني 64 times 8. رح نحطهم بطريقة vertical يعني فوق بعضهم تحت بعضهم. كنا من قبل عم نحطهم حد بعضهم لأنه كانوا أرقام مؤلفة من عدد واحد 1 digit. هلا صار عنا 2 digits. الشيء اللي بدي أعمله هو التالي، بدي أضرب 8 مش بس بال 1s، بدي أضربها بكل، أعمل multiplication مع كل رقم موجود فوق. يعني بدي بلش ب 8 times 4 وبدي ارجع اعمل 8 times 6. مش مثل الاديشن، بالاديشن نعمل 1s مع بعض، 10s مع بعض، وال100s مع بعض، ولكن بالمالتيبليكيشن بدي اعمل مالتيبلاينج النمبر يلي تحت مع كل نمبر ابتداء من ال1s، بعدين بنمشي على ال10s. يعني بدنا نبلش ب 8 times 4. 8 times 4 بدنا نعمل array مثل ما قلنا، يعني 8 4 times 1 2 3 4 5 6 7 8 columns.
وفور روز 1 2 3 4. وانا وعم بعبي هذا الاري وانا وعم عبي هذا الركتانجل لحتى نعمل اريز رح كون عم عد المجموع. يعني عندي 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يعني 8 times 2 equals to 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8 times 3 equals to 24 و 8 times 4 24 25 26 27 28 29 30 31 32. الإجابة هي 32. بعدنا عم نعمل 8 times 4 32. بدي حط الونز تحت الونز، انتبهوا معي، والتنز بدي حطها فوق التنز لحتى بعدين اجمعها مع الإجابة. فإذا عملنا 8 times 4 الإجابة كانت 32، يعني مؤلفة من عددين ones و tens. بحط ال ones تحت ال ones، أما ال tens بدي أنقلها وزيدها مع الإجابة تبع ال tens بعد شوي. تاني وحدة هي 8 times 6 8 times 6 يعني بدل ما يكون عندي 4 rows بدي زيدهم 5 6. رح كمل على هيدي على نفس الآري. 8 times 4 is 32. رح نكمل 8 times 5 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 8 times 6 equals to 48 48 8 times 6 is 48. بدي زيد عليها هيدي ال 3 اللي بقيت من من اول رقم، يعني 48 49 50 51. رقم كبير 512. How many calories did she gain? She gained 512 وحدة حرارية calories. وهيك بنكون أصدقائي تعلمنا كيف نعمل multiplication 2 digits مع 1 digit. خليكن معنا لحتى نعمل تمارين أكثر. بهيدي الحصة أصدقائي عم نحكي عن multiplying 2 digit numbers. لأول مرة عم نحط المالتيبليكيشن سنتنس vertically يعني فوق بعضهم، وكنا قلنا عكس الأديشن الرقم يلي هو تحت بدنا نعمله مالتيبليكيشن مالتيبلاينج باي كل عدد موجود فوق ابتداء من الونز. يعني بدنا نبلش 3 times 1 بعدنا 3 times 2. 3 times 1 مثل ما كنا قلين من قبل equals to 3 لأنه كأنه عم نقول 1 group of 3، و 3 times 2 يعني 3 plus 3 equals to 6. الرقم هو 63. التمرين اللي بعده عندي 72 times 5. بدي أعمل 5 times 2 بعدين 5 times 7. بضرب الرقم يلي تحت بكل عدد موجود فوق. 5 times 2 يعني skip counting by 5 مرتين equals to 10. equals to 10 بحط 0 تحت وال1 بدي زيدها على الإجابة تبع التنز، بدي زيدها أعمل بلس. 5 times 7 يعني عم بعمل skip counting by 5 7 times 5 10 15 20 25 30 35 35 plus 1 36 360 هي الإجابة. 28 times 2 بدي بلش أعمل 2 times 8 بعدين 2 times 2 2 times 8 skip counting by 2 8 مرات أو 8 plus 8 الإجابة هي 16. 16 بحط 6 تحت 1 بدي زيدها على التنز. 2 times 2 equals to 4 4 plus 1 5 يعني 28 times 2 equals to 56. آخر وحدة في عندي 10 times 8. صحيح أنه 10 هي 2 digit number a 2 digit number بس انا فيي اعملها منتلي لانه كنا حكيين انه التايمز تيبل تبع 10 في عندها a certain pattern او نمط. 10 times 8 تتذكروا شو هي الاجابه equals to 80.
إذا بدي فصلها بعرف إنه 8 times 0 0 و 8 times 1 equals to 8. كتبتوا هالتمارين عندكم على الدفتر بخط حلو، هيك فيكم ترجعوا لها بوقت تاني. فيكم كمان تعملوا تمارين أكتر أنتوا تفكروا بأرقام 2 digit numbers وتكتبون عندكم على الدفتر. وما تنسوا تشاركوا معنا شو عم تعملوا على صفحتنا على الفيسبوك، العنوان يلي عم تشوفوه على الشاشة. وأنا بشوفكم بدرس جديد وحصة جديدة بالحلقة المقبلة. باي. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I have two bags full of sand. The first weigh 3 kilograms, the second weigh 3 kilograms, hooray! 2 times 3 equals 6 kilograms. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I bought 4 bars of chocolate. Each bar has 5 pieces. Each has 5 pieces. Hooray! 4 times 5 equals 20 pieces. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I ordered 6 pizzas. Each pizza has 6 pieces. Each has 6 pieces. Hooray! 6 times 6 equals 36 pieces. Yay! Multiplication is fun! أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. بحلقتنا اليوم بدنا نرجع نعمل مراجعة على irregular verbs. قلنا نحن irregular verbs هن الأفعال يلي لما نحولهم للزمن الماضي شو بنعمل؟ ما منزيد إيدي بيتغيروا كلهم سوا. بلشنا بالحلقة الماضية أخذنا عن verb to catch يلتقط، أخذنا verb to buy يشتري، أخذنا fly يطير، drink يشرب، see يرى، eat يأكل، وswim يسبح. خلينا هلأ نحطهم مع بعض. جبت أنا معي stapler. أخذنا بلشنا قلنا نحنا catch coat، catch and coat. I will staple them. صار عندي أنا catch coat. عندي هلأ buy boat، buy boat. buy boat. fly شو بتصير؟ flied. لا تذكروا it's an irregular verb، بتصير flew. fly flew. من كافي عندي drink drank. عيدوا من ورايا أصدقائي drink drank drink drank. see saw see saw. عندي eat ate بالزمن الماضي، ما بقول eated بقول ate. eat ate. swim swam swim swam swim swam. هودي صاروا عنا أول مجموعة رح حطهم هون. واليوم كمان بدنا نتعلم بعض الverbs الجديد
نتذكرهم مع بعض. عندي verb to sit، عندي sat. تذكرون بعد شوي بدكم تساعدوني لحتى نجمعهم سوا. sit I sit أنا أجلس، sat. عندي fall fell، write wrote. وأنا عندي sit write wrote sit sat fall fell. عندي read read run ran. عندي sleep slept drive drove. وعندي hide hid. كلهم صاروا قدامنا على الطاولة، خلينا نبلش نجمعهم مع بعض. أول شيء عندي drive، I drive أنا أقود، شو بتصير؟ drove، this is drove. drive drove نحطهم سوا. They have similar pictures، طلعوا it's similar. drive drove. عندي هلا fell fall fell fall fell. عدوان من ورايا fall بالماضي بتصير fell. بنكمل. عندي هلا sit وين past tense تبعها؟ hid read sleep run slept wrote or sat. sat sit sat. I sit today أو I sit every day أنا أجلس. I sat yesterday أنا جلست البارحة. فيكن تكتبون أصدقائي عندكن على الدفتر أنا وعم قولون، حطوا sit sat. هلأ عندي read and read. إذا بتطلعوا فيهم we write them in the same way with the same letters، نكتبهم نفس الشيء بس طريقة اللفظ تختلف. عندي read بتصير read. فإذا read repeat after me read read read. هلا عندي hide I hide أنا أختبئ. hid hid hide hid. hide hid. منكمل. عندي write، مين بيتذكر شو الباست تنس تبعها؟ write wrote this is wrote. write wrote. من كفي. عندي run ran run ran. واخر شيء بعد عندي sleep and slept sleep slept. فإذا تعالوا نرجع نقريهم آخر مرة سوا. let's read them together. sleep slept run ran write wrote hide hid read read. look they're the same but we pronounce them in a different way. read read sit sat fall fell drive drove swim swam. I eat an apple. I ate an apple. I see a car. I saw a car. I drink milk. I drank milk. I fly in the sky. I flew in the sky. I buy
bananas. For example, I bought bananas. I catch the ball. I caught the ball. هودي هني أصدقائي the irregular verbs. خلينا نتوقف لفاصل صغير، من بعدها رح ألعب أنا وياكم لعبة كتير حلوة. هيدي اللعبة رح تذكرنا فيهم للـ irregular verbs، وكمان ممكن تعلمنا بعض الـ verbs الجديد يلي ما قطعوا معنا. هلأ برجع لكم بعد شوي. Leaves are falling, leaves are falling. What does this mean? I can feel the breeze. It is getting stronger. Look at the trees. They cannot hold their leaves any longer. Fall is here. Fall is here. Leaves are falling, leaves are falling. What does this mean? Fall is here. Fall is here. أصدقائي خلينا نبلش الجيم مع بعض. مثل ما قلت لكم I am using the internet. أنا عم بستخدم الإنترنت لحتى أتعلم، لحتى ألعب أتسلى. أنا وبنفس الوقت عم بتعلم، هيك ما بضيع وقتي على أشياء ما بتفيدني، وبشجعكم أنتوا كمان تتصرفوا بنفس الطريقة. في ويب سايتس مثل يلي نحن عم نشوفهم فيهم games، وهودا الgames بيعلموكم أكتر وبيخلوكم تتسلوا وتتعلموا بنفس الوقت. I will start the game. منبلش. Let's read the words together. في عنا brought. في عنا chose. Came. Did. Felt. Got. أما على تاني ميل فعندي bring. Come. Choose. Do. Feel. And get. أول شي عندي brought. Brought. شو هو brought؟ هو بالpast tense. شو هو present tense تبعه؟ bring. Come. Choose, do, feel, or get. أكيد bring. Let's see. زبطت. It's right. منكمل. Brought, bring. يعني جلبة. Choose. عندي هون chose. يعني اختار. شو عندي هون؟ Choose. إذا حطيت choose حدا. زبطت. It's right. Choose, chose, bring, brought. منكمل. عندي did أو came بالأول. Came, come, do, feel or get. Come. خلينا نجربها. عندي I come to school. I came to school. Come present, came بالpast tense irregular. بكفي. عندي did, do, feel or get. طبعا do. Verb to do. Do, did. ما بقول do it. ما بزيد إيدي. تتغير كلها. بتصير did. بكمل. عندي felt. Feel or get. عندي feel. Feel. I feel. أنا أشعر. I felt. أنا شعرت بالماضي. وعندي got and get. I get. I got. حط next. جمعنا نحن السكور is 600. لنشوف قد ايه فينا نجمع كمان. هلا عندي new verbs. عندي taught يعني علم. عندي made صنع. spoke تكلم. went ذهب. said قال. gave أعطى. أما هون فعندي go, give, speak, make, say, teach. go. شو الباست تنس تبعه؟ taught, made, spoke, went, said or gave. نحن قلنا أخذنا بإكزرسايز كتبناه go, went. مننزلها لعند went. go, went. بكفي. عندي give,
toad made spoke said or gave give gave من نزلة على gave كفي عندي speak this is speak بحطها بقول toad speak بتصير toad بتصير made spoke yes speak spoke that's it عندي هلا make شو بتصير toad لا made yes made I make a cake I made a cake وعندي هلا say حدا دغري said teach بتصير taught وهيك ربحنا الجيم فينا نلعبها مرة تانية فيكن انتو كمان تلعبوها وتتدربوا لحتى تتذكروا كل الirregular verbs أما هلا أنا وياكن في عنا small project بدنا نعمله سوا تعالوا شوفوا شو جبت معي اليوم I brought يعني أنا جلبت an irregular verb a brush وعندي هون جار وبما إنه نحن عم نحكي bunny and the leaves I brought some leaves with me ورح فرجيكم هلأ كيف فينا نعمل like a small lamp ونحن نزينه عندي هون glue تلزيق هيدا التلزيق الغري لونه أبيض بس لما ينشف ببطل يبين لونه بيصير transparent اللي رح أعمله إنه أنا رح أدهن هيدا الجار من جوا بالغري وفيكن أنتو تلزقوا على الغري تستخدموا the fallen leaves وتلزقون لحتى نزين الجار فيكن تجيبوا different kinds and different shapes of leaves أخذنا نحنا بالساينس إنه عنا different shapes and different kinds وهيك أنا حطيت غري عليه كله أما هلأ فشوفوا شو رح أعمل I will get the leaves وبلزقهم بهيدي الطريقة رح أحط واحدة على تاني ميل لحتى تشوفوها كمان This one Look I'll put it on this side I can use the brush شوفوا أصدقائي أنتوا هلأ ما رح تقدروا تشوفوا الليفز مزبوط بس أنا رح كملها بعد شوي وبالحلقة المقبلة رح نرجع نزيد ليفز حواليها ورح تشوفوا شو رح حط بقلبها شغلة رح تضوي هيك لما تنشف بصير أنا شوف shades of the leaves حضروا معكم للحلقة المقبلة جار حضروا ليفز وحضروا glue جيبوا معكم الغري لأنه الغري بس ينشف ببطل إله لون لحتى نكمل البروجكت مع بعض وهيك نكون عم نستخدم The Fallen Leaves أنا هلأ خلص وقتي بدي ودعكم وشوفكم بالحلقة المقبلة باي باي هاي كيفكن اليوم؟ بدي أقري لكم قصة جديدة نهار السبت ما في مدرسة بهيدا النهار راح زياد يزبط السيارة ويارا بدها ترتب البيت هي وعم تشتغل صارت تشوف تياب لكريم على الأرض مش شاي لنور وكتير ألعاب عصبت يارا وإجت بدها تعيط عليهم رجعت وقفت وقالت مش معقول هن كمان قاعدين بهيدا البيت ولازم يكونوا عم يساعدوا ليكون البيت مرتب ليش ما بفكر بطريقة خليهم يساعدوني يعني على القليل يضبوا غراضهم
عيطت لهم كريم ونور يلا تعوا. قالت لهم نور رح تضب غراضة، كريم كمان، وأنا رح ضب الباقي، وهيك بيصير الصالون كتير مرتب. يلا رح نبلش كلنا سوا. كريم ما بده يضب وصار يقول آخ آخ أنا ظهري عم يوجعني ما فيني اشتغل، وصار يعمل حركات. نور عم ترتب غراضة وعم تتفرج على أمها هي وعم بتضب بحماس، وعم ترقص هي وعم ترتب، وقررت تعمل مثلها. صاروا يغنوا اتنيناتهم ويضبوا هن وعم يتسلوا. كريم بعده قاعد على الأرض. قربت نور لعنده وقالت له يلا خلص حتى نقدر نلعب، يلا قوم. كريم عادة بيسمع من نور، قام وصار يضب معهم، وبعد شوي كمان صار يغني ويرقص مثلهم، وصاروا كلهم عم يشتغلوا هن ومبسوطين. بس خلصوا ترتيب البيت سألتهم يارا مين بده يساعدني بغسيل الخضرة؟ جاوبوا أنا، لا أنا، وصاروا يتخانقوا مين بده يغسل الخضرة. قالت لهم يارا طيب شو رأيكم تتفقوا ببعض، حدا بغسل الخيار وحدا بغسل البندورة؟ كريم نقى الخيار ونور نقت البندورة، وخلص الغدا كتير بسرعة، وضل عندن كتير وقت ليلعبوا. وبس رجع زياد وقت الغدا ركضوا اتنيناتهم لعنده وخبروه قديش هن اشتغلوا اليوم ليضل البيت مرتب ويكون الأكل جاهز حتى يتغدوا سوا. وهيك بتكون قصتنا خلصت لليوم. مرة تانية عنا قصة جديدة. باي. Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi ça va très bien. C'est Carole votre prof de français. كتير محمسة لحلقتنا لليوم لأنه نحن بعدنا بالتيم دو لا ميزون. بعرف أنه كتار منكم كتير مبسوطين، كتير عم بيتعلموا وكتير عم بيستفيدوا، لأنه الكلمات اللي عم نتعلمها بتشوفوها كل يوم هي أغراض حواليكم بالمنزل. لا ميزون المنزل. شفنا عدة غرف واليوم رح نوصل لغرفة جديدة يلي هي غرفة الجلوس. حلقتنا لليوم بتحكي عن لا سال دو سيجور. تري بيان، كثير منكم مركزين كثير منيح معي. سيجور، سيجور يعني وين بقضي وقت، سيجورني يعني وين بقضي وقت. انتم وين بتقضوا وقت؟ ممكن تقعدوا بغرفتكم دون لا شامبر اكوشي، بس عشيه بس بدكم تحضروا تلفزيون تنتقلوا كلكم سوا، كل العائله بتنتقل لغرفه الجلوس. بيكون فيها عاده دي فوتوي دي كانابي كونفورتابل يعني مريحين، وفي تلفزيون وبتجتمع العائلة بتتناقش بتحضر تلفزيون بتعمل كتير أشياء. ممكن كمان يكون في بيبليوتيك أو كتب. تري بيان، أنا هلأ بدي أطلب منكم قبل ما نبدأ حلقتنا شوفوا شو حضرت لكم، حتنبسطوا كتير لأنه اليوم عنا نو مش أغنية، ستون إستوار يعني هي قصة. اليوم رح أخبركم قصة، من خلال القصص يلي رح أخبركم إياها رح نسترجع بعض الكلمات يلي نحنا علمناها لهلا، وهيك منكون عم نتسلى بقصة فينا نخبرها لأخواتنا الصغار أو لأصدقائنا. جاهزين؟ قصتنا عنوانها ألان إي سا فامي. ألان هو صديقنا يلي تعرفنا عليه ببداية سيزن 4. إي يعني و، إي سا فامي يعني عائلته، العائلة تبع ألان. نحن حكينا عن العائلة إذا بتتذكروا أعضاء اللي بتكون العائلة. رح نشوف شو بتحكي قصتنا. aujourd'hui aujourd'hui كلمة بدي اياكم تحفظوها كثير منيح، من إلا امو انفاريابل او للكبار لاكثر كبار من إلهم ادفيرب يعني كلمة ما بتتغير، ما بتتغير ابدا، ولا مرة ممكن حط لها اس، ولا مرة ممكن حط لها شيء ثاني، بتنكتب على طول بهيدي الطريقة. aujourd'hui يعني اليوم، اليوم هي كلمة ما بتتغير، سي امو انفاريابل، وفيكم تحفظوها مثل ما هي وعلى طول تكتبوها هيك. aujourd'hui ملوا باصبعكم هيك لتتذكروا انه اليوم. aujourd'hui فيرغول، فيرغول يعني فاصله. Alain aide son papa. Alain يساعد والده يعني عم بيساعد بيو. عشو عم بيساعده؟ Alain aide son papa à réparer. انتبهوا، je n'ai pas dit
préparer. كتار منكم تذكروا كلمة préparer. préparer يعني تحضر. Maman prépare le café. تحضر القهوة. هو Alain aide son papa à réparer. Réparer يعني يصلح. À réparer la table يعني عم بيصلحوا عم بيصلحوا. كانت مكسورة يمكن هذه الطاولة. عم بيصلحوها. À réparer la table de la salle à manger. عم بيصلحوا الطاولة تبع غرفة الطعام. رح ارجع عيد أول جملة. كل اللي قريته لهلا فورم اون سول فراز. جملة واحدة. Regardez, ça commence avec une majuscule. On a dit aujourd'hui, اليوم. Alain aide. Aide est un verbe. انتبهوا هو فعل. Alain aide. هو يساعد. Son papa. Son papa à lui. لو كان أنا بيي كنت قلت mon papa. Son papa. Donc Alain aide son papa à réparer. عم بيصلحوا la table. كلمة table. طاولة. De la salle à manger. يعني الطاولة يلي موجودة بغرفة الطعام. On a mis un point. هلا بدنا ننتقل لجملة تانية. La deuxième phrase. Sa sœur. Sa sœur. Sa يعني أخته إلو أخت مين؟ عم نحكي عن Alain أكيد. أخته لألان فيرجول. Pauline فيرجول. يعني شقيقته فاصلة يلي اسمها بولين فاصلة يعني هي ذاتها. أنا بدي أقول لكم شو اسمها أخته، فيني أقول سا سور فيرجول بولين فيرجول. بدي أشوف شو عم تعمل بولين، كاسكال في بريبار. بريبار يعني تحضر. بريبار سي ان فيرب. بريبار ان جاتو أو شوكولا. عم بتحضر حلوى قالب حلوى. ان جاتو أو شوكولا يعني بالشوكولا. دان لا كويزين. دان شفناها كثير. اون ادي سيت اون بريبوزيسيون. بريبوزيسيون هي كلمة صغيرة بنحطها لنعرف إذا بقلب الغرفة فوق تحت كلمات بنحطها قبل avant les noms communs. Donc dans la cuisine. Cuisine très bien هو المطبخ. إذا sa sœur يعني شقيقته لألان يلي اسمها بولين عم بتحضر elle prépare c'est un verbe un gâteau au chocolat. بدي أطلب منكم en français تلفظوا منيح كلمة شوكولا. شوكولا un gâteau au chocolat dans la cuisine يعني بالمطبخ. Point. صار عندي une deuxième phrase. هلا je vais passer à la troisième phrase. Sa maman يعني والدته sa maman أمه لألان nettoie nettoie يعني تنظف. Sa maman nettoie la salle de bain. Nettoie يعني تنظف الحمام la salle de bain. Et j'ai mis un point. صار عندي trois phrases. Je passe à la dernière phrase, la quatrième phrase. Toute la famille. كل العائلة. Toute يعني كلها. Toute la famille est est كل الفاميلي هي heureuse. Est هي مثل verb to be بالانجلش. Toute la famille est سعيدة. Heureuse يعني سعيدة. Heureuse أكيد adjectif يعني صفة شفناها لما حكينا عن السنتيمون. Triste ou heureux, إذا بتتذكروا. Toute la famille est heureuse. ليه قلت heureuse ما قلت heureux؟ Parce que j'ai dit la famille, العائلة. وكل العائلة هي سعيدة. وأكيد à la fin vous voyez un point d'exclamation. علامة تعجب لنعبر عن الفرح. هيدي هي قصتنا، قصة عائلة ألان يلي اليوم هي بالتحديد شفنا ألان شو عم يعمل، كان عم يساعد بيه ليصلح لا تابل يلي هي الطاولة بغرفة الطعام لا سال أمانجي. شفنا أنه أخته بولين عم بتحضر جاتو elle prépare un gâteau au chocolat بالمطبخ dans la cuisine. شفنا أمه sa maman عم بتنظف الحمام elle nettoie la salle de bain. آخر شيء قلنا أنه كل العائلة سعيدة. حبيتوا قصتنا؟ أكيد رح تحبوها أكثر هلا لما تشوفوها. رح نتوقف لتشوفوها وحأرجع لكم أكيد. حضروا معكم ما تنسوا أبدا تحضروا الدفتر والقلم. Aujourd'hui, Alain aide son papa à réparer la table de la salle à manger. Sa sœur Pauline
prépare un gâteau au chocolat dans la cuisine. Sa maman nettoie la salle de bain. Toute la famille est heureuse. حبيتوها للقصة؟ très bien. بوعدكم انه كل فترة رح اقطع لكم قصة كتير حلوة بتتضمن كلمات عم نتعلمها، من هيك بدي اياكم دايما تراجعوا كل شيء عم نتعلمه. هلا صار وقت ننتقل لموضوعنا. نوتخ تام الموضوع الكبير سي لا ميزون، بس حلقتنا لليوم بتحكي عن لا سال دو سيجور. دونك جو في اكريغ او تابلو، اكريفي سيو فوتر كايي لا ميزون. تنضلنا متذكرين انه هيدا هو الموضوع، سي نوتخ تام la maison. Au-dessous, je vais écrire la salle de séjour. غرفه الجلوس. Séjour, séjourner. جاي من فعل séjourner. Séjourner يعني اقعد. Séjour يعني وين بقضي وقتي. La salle de séjour يعني غرفه الجلوس. مثل ما كنت عم قول ببداية حلقتنا، غرفة الجلوس بتكون عادة مخصصة للعائلة، للماما والبابا، وإذا ممكن كمان سي مون اونكل فيان شي نو. مون اونكل يعني عمه أو خاله، بتتذكرون اونكل ماترنيل باترنيل، ما تانت ماترنيل باترنيل يعني خالته أو عمته. ممكن كمان هول الأشخاص اللي كتير مقربين يزورونا ويقعدوا معنا دان لا سال دو سيجور. بس عادة العائلة بتقعد بالسال دو سيجور عشية لتتناقش، لتحكي، لتحضر تلفزيون. ممكن يكون بابا عم بيقرا الجريدة اللي سون جورنال، ماما بهيدا الوقت يمكن عم تحضر بروجرام على التلفزيون. وإذا عندكم أخوة صغار بدنا كمان فينا نعودهم أنه نقعدهم ونقرا معهم شي كتاب. دونك لا سال دو سيجور هلا بدنا نفوت عليها أنا وياكم ونتخيل. تعالوا نتخيل سوا اون سال دو سيجور. شو معقول نلاقي؟ تو دابور اون فا تروفي كوم أو سالون دي فوتوي. تري بيان، ضروري يكون عندنا دي فوتوي كونفورتابل. دونك جو في اكريغ ان فوتوي كونفورتابل. ان فوتوي، ان فوتوي كونفورتابل. كونفورتابل. جي اكري ان، سولا مونتر كو سي ان نو masculin singulier. Un fauteuil, vous savez qu'on met la parole fauteuil. Confortable est un adjectif, يعني صفة. Confortable يعني مريح. لازم يكونوا الكنبيات مريحين تنقدر نقضي وقت طويل عليهم. Un fauteuil confortable. On va écrire, on va transformer, on va passer du singulier au pluriel. تعالوا أنا وياكم نحول هيدا الجروب نومينال، هالمجموعة الثلاث كلمات au pluriel. Un devient des. Très bien. Des fauteuils. Fauteuil أكيد بالبداية ما رح يتغير. أكيد رح يبقى مثل ما هو. بس شو بدي زيد على؟ Qu'est-ce que je vais ajouter à la fin؟ Un S. بس يزيد بالآخر S. علامة إنه صار بلوريال. Des fauteuils confortables. بدي أقول لكم شيء أصدقائي كمان بخص الصفة. الصفة كمان أو بيان لادجيكتيف كمان إل ساكورد. يعني كيف يعني إل ساكورد؟ يعني إذا كان بلوريال مش بس الاسم بده يصير بلوريال، با سولمون لو نو، مي أوسي لادجيكتيف، يعني كمان الصفة. دي فوتوي كونفورتابل. وبدي ضلني على طول عم بتذكر أنا عم بكتب كتبت دي فوتوي، إذا بدي حط صفة وراها بدي ضلني مركز إنه هلا بدي حط أكيد صفة بالجمع أو بلوريال. دي فوتوي confortable. بذكركم confortable يعني مريح. دونك ان فوتوي confortable، دي فوتوي confortable. كنت بهديك الحلقه قلت لكم فوتوي تسمعوا ايام كنبايه. كنبايه بالعربي سا سو دي ان فرونسي اون دي سي ان كانابي. ان كا نا بي، فيني اقول ان كانابي confortable. ان كانابي confortable. داكور. هلا بدنا نرجع نتذكر كمان، خلينا نرجع على السال دو سيجور ونرجع نتذكر نتخيل، شو بتلاقوا كمان؟
أكيد بتلاقوا مثل الصالون une table basse. تعالوا نتذكر مع بعضنا كمان écrire une table basse. Une, c'est féminin. Une table, table est un nom. Une table basse. Basse est un adjectif. C'est fa. C'est un groupe nominal. Groupe nominal. Une table, c'est un nom. Basse est un adjectif. Nom féminin, singulier. Très bien. مؤنث مفرد. Une table basse. أكيد بكل المنازل في تلفزيون. بتقولوا بالعربي وبالفرنسي تلفزيون. Donc on va écrire télévision. أنا بدي اكتبو لتتعلموا تركزوا منيح على لفظه. En français, on dit une télévision. La télévision, c'est féminin. Télévision. وبتعرفوا الفرنسيين ممكن يقولوا la télé. بلا ما يقولوا télévision. La télé. Donc une télé ou une télévision. On dit je regarde mon programme préféré à la télévision. يعني أنا أتابع أو أشاهد برنامجي المفضل, mon programme préféré à la télévision. تعالوا نكتب هالجملة. أنا بعرف أنتم شاطرين. Je يعني أنا. Regarde. Ou je regarde la télévision. يعني أشاهد التلفاز. Je regarde mon programme programme. تبغوا كلمة programme s'écrit avec double M. Mon programme préféré. Préféré يعني المفضل. فيه ثلاثة E accent aigu. Mon programme préféré à la télé. À la télé يعني à la télévision. الكل حق تقولوا la télé. C'est pas faux. C'est juste. منو غلط صح. دونك ارجع اقرا اخر الجملة. Je regarde ou شاهد. Je vais encadrer regarde pour vous rappeler que c'est un verbe. هو فعل. Je regarde mon programme. Programme يعني برنامج. Mon programme c'est un nom masculin لانه قلت mon programme. Masculin singulier. Mon programme préféré. Préféré adjectif يعني صفة. المفضل. Mon programme préféré à. ذكركم ب à. قلت لكم عنا قبل بمرة انه اسمها préposition. À la télé. Ou bien à la télévision. ما تنسوا ابدا. N'oubliez jamais de mettre le point, le signe de ponctuation. يعني le point à la fin de la phrase. Je regarde mon programme préféré à la télé. Voilà. هيدا اللي تعلمناه لليوم. تعلمنا انه la salle de séjour peut comporter un fauteuil confortable, يعني fauteuil مريح, كنبيات مريحين. فينا نقول fauteuil, فينا نقول كنبي. Une table basse, طاولة واطية. Une télévision, وبالأخير ألفنا جملة مع بعضنا. Je regarde mon programme préféré à la télévision. Et vous, quel est votre programme préféré, Madrasati? Une télévision. Un fauteuil. Une table basse. La famille. هلا بدي منكم بس تنتقلوا معي بالاخير على الصوره يلي علقت لكم اياها. سي ليلوستراسيون دون سال دو سيجور. من هيك انا كتبت او كان مكتوب اون سال دو سيجور. هيدي هي لا سال دو سيجور. كم فو فويي مثل ما شايفين جاي اون فامي وعائله عم بتقضي وقت, ما عندهم زوار, هن مع بعضهم قاعدين. إليا لا تلفزيون, إليا لو بابا كي لي سون جورنال, إليا لا مامان كي جو افيك لا بوتيت في. On peut voir même un chat. On peut voir le canapé ou le fauteuil, مثل ما شايفين. حتى ممكن تلاقوا ألعاب وبعض الكتب. أنا بالنهاية أكيد بدي أطلب منكم إنه كل يوم تساعدوا الماما, حتى لو كنتوا صغار, إنه ترتبوا منيح لا سال دو سيجور تما تتكركب بالغراض. لو هي غرفة بنقعد كلنا فيها, بس لازم أكيد نحافظ على نظافة وترتيب بالبيت تبعولنا, notre maison.
وهيك أصدقائي بكون وصلت لآخر حلقتنا لليوم عن لا سال دو سيجور. بدي منكم تنطروني بالحلقات اللي جاية لأنه رح نتابع أكيد نوتر تيم وبكلمات كتير مفيدة ورح تكون حلقات كتير رح تحبوها بوعدكم. بدي أطلب منكم أنه ما تنسوا أكيد تتواصلوا معي على الفيسبوك تخبروني آرائكم أو تبعتوا لي صور. اي على فان جو فودي أغفوار. Ma famille, je l'aime bien. Ma famille, je l'aime bien. Ma maman me donne des câlins. Mon papa joue souvent avec moi. Lorsque mon grand frère n'est pas occupé, il m'aide à ranger tous mes jouets. Lorsque ma petite sœur se met à pleurer, je l'embrasse du fond du cœur. Quand tous mes cousins sont là, nous allons tous au cinéma. Ma famille, je l'aime bien. Ma famille, je l'aime bien. أهمية النوم. مرحبا، كيف بيكون نوم الليلة السابقة بيكون نهارنا باليوم التالي؟ رح فسر أكتر. إذا نمنا منيح الليلة بكرة نهارنا بيكون مثمر، فهمنا للمواد والدروس بالمدرسة أفضل وبالتالي النتيجة أفضل. بينما إذا كان نومنا غير جيد رح بتكون نتيجة يومنا غير جيدة. يلي بدي أقوله إنه النوم مهم كتير لحياتنا. هلا أهلنا عندهم مشكلة بيواجهوها كل ليلة، هي إنه يلا فوتوا على النوم، بعد شوي ماما، بعد شوي بابا. بس من بعد ما نعرف أهمية النوم ما بقى مفروض نقول لهم بعد شوي، لازم نحنا نحب نفوت على النوم بكير. الأولاد اللي بيروحوا على المدرسة لازم يناموا بين 10 و 12 ساعة، بس مثل ما الكبار أوقات ما بيقدروا يناموا منيح بالليل، هيك كمان الأولاد كمان عندهم مشاكل نوم. لهالسبب لازم أهلنا هن يساعدونا لنحدد ساعات النوم يلي نحن بحاجة لها. هلأ نحن كمان لازم نساعد أهلنا لحتى هن بدورهم يقدروا يساعدونا، ونخليهم يعرفوا إذا كانوا ساعات النوم يلي عم ننام فيهم كافيين. كيف؟ أولاً نغط في النوم خلال ربع إلى نصف ساعة. لما بيصير وقت الدخول إلى السرير مفروض بين ربع ونصف ساعة نكون خفينا. إذا أكتر من هيك وعم نتقلب بالسرير من ميل لميل وما قدرنا خفينا بهالوقت، لازم تاني يوم نخبر أهلنا بهالموضوع. ثانياً، نستيقظ بسهولة في الموعد المحدد لنا. مثلاً إذا كان لازم نمشي على المدرسة الساعة 7:30، مفروض نوعى ساعة قبل الوقت، يعني الساعة 6:30. إذا حسينا أنه عم نقوم من السرير بصعوبة أو الماما عم توعينا أكتر من مرة ونرجع نخفى، هيدا بيعني أنه نومنا ما كان كافي وأنه جسمنا بعده بحاجة لكمية نوم أكتر. ثالثاً، نبقى متيقظين طوال اليوم خاصة بالمدرسة. لما نضل منتبهين لكل المواد اللي عم ناخدها وعم نضل نستوعب ونفهم كل الشرح وما نحس إنه بحاجة إننا ننام بالنهار، هذا بيعني إنه نومنا بالليل كان منيح. هون أهلنا فيهم كمان يسألوا المدرسين والأساتذة إذا كنا عم نمرق بهالحالات يلي حكيت عنها. يعني بخلاصة هيدا اللقاء، لازم ننتبه للوقت يلي نفوت فيه كل يوم على السرير وننام الساعات يلي بتكون كافية لصحتنا وللوعي، لأنه مثل ما حكينا إذا نمنا منيح بالليل منكون منيح بالنهار. ومثل ما بيقول المثل، نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. إلى اللقاء. أصدقائي،
في هذه الحلقة راجعنا معا الجمل الفعلية والاسمية، أيضا راجعنا الوصف. بهذه الحلقة تعلمنا كيف نعمل multiplication of two digit numbers. أصدقائي خلينا نتذكر مع بعض the irregular verbs عندي catch, coat, buy, boat, fly, flew, drink, drank, see, saw. Mes amis, aujourd'hui, on a pris la salle de séjour. نولنا غرفة الجلوس وكل الأغراض اللي منلاقيها فيها.